أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن الانتهاء من اعتماد 27 مخططا تفصيليا في إطار جهودها الحثيثة للانتهاء من تخطيط ما تبقى من المناطق غير المخططة على مستوى المحافظات، وبما يتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية. وحول هذا الموضوع أشارت السيدة إيمان ناجي قاسم نائب الرئيس التنفيذي للتطوير العمراني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أهم المخططات والمشاريع التي تم الانتهاء منها. وأحب أوضح أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تسعى للانتهاء من تخطيط وإعادة تخطيط المناطق في مملكة البحرين، وذلك وفق جدول زمني محدد. لذلك فإن الجهود منخفضة لتخطيط وإعادة تخطيط 96 مخطط يحتوي على ما لا يقل عن 9000 عقار ضمن مناطق غير مخططة وقيد الدراسة التخطيطية، وتتكون من عقارات متداخلة وغير منتظمة الشكل، بالإضافة إلى أنها غير مصنفة وغير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة ولا تحتوي على خدمات البنية التحتية. لذا يتم العمل على تعديل وضعياتها وإعادة تخطيطها وتصنيفها بما يتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.